يستضيف الأردن غدا قمة بغداد الثانية للتعاون المشترك التي تأتي استمرارا لقمة بغداد الأولى التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس من العام الماضي. وتهدف القمة لدعم جهود العراق في مواجهة تحدياته، وتناقش تحديات الأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم. وتجمع القمة العراق ودول الجوار إضافة إلى فرنسا. كما يشارك في القمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.